مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نانس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. الحروب التي تمر من القرى وتحاصر المدن وتنطوي على انتهاكات للحقوق المعصومة لا تقود إلى استقرار الأمر لمرتكب الجرائم بقدر ما تقود إلى مزيد من الحروب والآلام، الآلام التي لا تستثني أيا كان، وينتهي مطافها بإحراق من أشعل فتيلها، أو في أحسن الأحوال فإنها تسوقهم إلى محاكم عادلة. كلما تأخر وصولهم إليها زادت أثقالهم، ولا مفر من يوم عدالة قريب مهما رأوه بعيدا. مشاهدين الكرام، الطفلة أسرار هجمت الميليشيا قريتها، قتلت أبرياء وجرحت آخرين، وأطلقت النار على كل شيء. تركت الميليشيا في هذه القرية كثيرا من الأسرار المحزنة التي يجب أن يعرفها العالم، لأن السلاح الهمجي كان يطلق نيرانه هنا وهو يظن أنه بعيد عن أعين العالم، بعيد عن عدسات الكاميرات. نتابع هذا الفيلم الذي صوره الزميل فواز الحمادي وأعده للعرض وديع عطاء، نتابع ثم نعود. في طريق ميليشيا الحوثي والمخلوع لفرض الحصار على مدينة تعز من جهة الجنوب، ارتكبت بحق المدنيين جرائم وحشية. في 16 مايو 2015 اقترفت الميليشيا مجزرة بشعة بحق المدنيين العزل في قرية الظهرة بعزلة مصفر الواقعة في إطار مديرية المسراح. قصفت الميليشيا هذه القرية الصغيرة بقذائف صاروخية أسفرت عن مقتل 7 مدنيين منهم 4 نساء وإصابة 7 آخرين. 3 قذائف، القذيفة الأولى جاءت إلى جوار بيت واستشهد امرأة. على إثر هذه المجزرة اضطر سكان القرية للنزوح القسري إلى مناطق مجاورة، بينما اجتاحت الميليشيا القرية فلم يوفروا شيئا نافعا فيها من ممتلكات الأهالي إلا استهدفوه بالرصاص. ولما قاول عندنا ما فيش معانا من دافع علينا، ما فيش معانا من ينتبه علينا من المقاومة أو حاجة، قاول خرجونا من البيوت الحويثة. عندما قاول الحويثة لهنا الحوثيين تم تشريدنا من القرية، القرية كامل، ونزحنا منهم، نزحنا ومنهم إلى التربة ومنهم إلى كل مكان، وتدمير بالبلاد، ومنهم إلى جبل صبير، ودمروا المنازل ودموا وتشهتنا. البيوت مضربت كلهن مخزقات، مكسرين الأبواب، الأقفال، يضربوا العرض هون، في صواريخ قاعوا شلوا بيوت، يعني حقنا الخزانين هذول كرا مخزقين مع لا بقية حتى التانك اللي ما تخزقش، كل حاجة تدمرها. لم ولن ينسى سكان الظهرة ما حل بقريتهم ذلك اليوم، ذاكرتهم وذاكرة الجدران والأشجار والأحجار كلها تحتفظ بالتفاصيل، وهذا القبر الجماعي لشهدائهم سيظل ذكرى خالدة لوجع مفاجئ أصابهم دون ذنب جنوه أو خطأ ارتكبوه. أصابتهم جميعا القذيفة الثانية بعد أن تجمعوا لإنقاذ ضحية القذيفة الأولى، قذيفتان وسبعة شهداء ضمهم جميعا قبر واحد. بنت أصيبت يعني زوجته، نحن ما بين الفترة الأولى قفزنا على طول، فإذا بصاروخ كاتيوشا يأتي يعني بعد 5 أو 4 دقائق، فأوصي يعني اسمه استشهدوا 2 أولادي وثلاث اسمه 4 نساء، كذلك يعني بنت طفلة عمرها اسمه ما يقارب 1.5 سنة كذا وبترث رجله. أسرار طفلة بريئة شوهت حرب ميليشيا الحوثي والمخلوع زهرة طفولتها بعد أن جعلت منها قذائفهم معاقة ويتيمة. والدتها التي هبت لإنقاذ جارتها كانت واحدة من الشهداء الذين قضوا في ذلك اليوم. أسرار جاءت يعني من المنقذين، هو جماعة من القرية، وكانت ماسك لي أسرار، وبعدين قال القذيفة الثاني استشهد أمها، والطفلة أسرار يعني أصاب بالريق وصابوا يعني استشهدوا 7 هنا بل من القرية من الجيران، و7 إصابات.
والقذيفة الأخيرة بعد ما رجعنا ساروا قد لنا قذائف كان في أشياء بعده شيء بس سرحونا ما حد تابع بعده ولا حد يعني المية من إحنا وأنا بعد الحالة كأن إحنا ما إحناش مسجلين بالكشف حقها اليمن كامل ولا لنا أي متابعة. لم تستوعب أسرار قبح ما جناه عليها القتلة العابرون، لكنها مع الأيام ستدرك معنى الإعاقة ومعاناتها. حالها وهي تتحسس قدمها المبتورة يستنهض كل مشاعر الألم والحزن. تجلس أتخيل لما تشل الصندال تعمله فوق الرجل وشلال الرجل الثاني تدور عينهيش تعمل رجل الصندال الثاني. بسم الله ونعم. أسرار كغيرها من أهالي القرية المنكوبة الذين لا يزالون في انتظار حقهم من الاهتمام والرعاية، سيما والحرب التي اقتحمت هدوء الريف قد حولته إلى مخيمات نزوح مفتوحة لكثير من الضحايا. خرجنا نازحين فارين من بيوتنا إلى منطقة التربة، ونحن الآن من لا نجد سكنا ولا نجد حاجة. لقينا هذه المدرسة، وظهرنا هذه المدرسة وقعدت الدراسة وزحمة الطالبات وزحمة الطلاب، أن اضطرينا أن نجمع الأسرتين أسرة واحدة داخل فصل. حركة النزوح التي شهدها ريف تعز سيما في الشمايتين التي تتوسط مناطق المواجهات لم تكن مسبوقة، ولم يجد النازحون من المساعدات ما يكفي ليخفف عنهم وطأة ظروف الحرب والنزوح. النازحين الذين وصلوا إلى مديرية الشمايتين يزيد عن 27 ألف أسرة في عموم المديرية في الريف وفي مدينة التربة خاصة، يزيد العدد عن 3700 أسرة، بخلاف مراكز الإيواء التي بلغت إعدادها في المديرية ما يزيد عن 27 مركز إيواء فيها ما يقارب 230 أسرة، حوالي قرابة 900 فرد في هذه المراكز مراكز الإيواء. ضحايا مجازر ميليشيا الحوثي والمخلوع يتضاعفون مع استمرار جرائم هذه الميليشيا، والصواريخ ليست السلاح الوحيد الذي استهدف حياة السكان هنا، بل إن ملامح المأساة تتكشف باستمرار. فمئات الألغام التي زرعتها الميليشيا في دروب الحياة في المناطق التي عبروا منها تسفر عن ضحايا من الأبرياء المدنيين بين فترة وأخرى. تم جمع كمية كبيرة من الألغام من مديرية المسراخ، ونتوقع أن تكون هناك كميات كبيرة أخرى موجودة تحت الأرض وأخرى بأيدي المواطنين، وهذا ما تسعى المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام في هذه المرحلة للعمل حوله وتجنيب المواطنين من أبناء مديرية المسراخ والقرى والمديريات المجاورة لها خطر هذه الكارثة. ومن الواجب أن يواكب المسار السياسي والعسكري للسلطات الشرعية اهتمام إنساني بضحايا الحرب والنزوح للحد من اتساع دائرة الألم الذي تخلفه جراح الحرب ووحشيتها. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. نعم، لهم حقوق انتهكتها الميليشيا، حقوقهم في الأمان والحرية والتعليم وغيرها من الحقوق التي حرموا منها بسبب الحرب التي تشن عليهم، حقهم في طريق آمن في الصحة العامة. كل هذه الحقوق المنتهكة هي حقوق أصيلة كرم الله بها البشر وأمرهم باحترامها تجاه بعضهم البعض. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده إلى قضية المختطفين في سجون الإنقلابيين، لا تذهبوا بعيدا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين. اليوم هو اليوم الثامن منذ إعلان زملائنا الصحفيين المختطفين في سجن هبرة بصنعاء إضرابهم عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنهم وإساءة معاملتهم. السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي واحدة من الجرائم التي يعدها القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7 من قانون روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية. ينطبق ذلك على التعذيب والإخفاء القسري للأشخاص الذي يعرف
أنه إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل، ثم أو بسكوتها عليه ورفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة. صنعاء الآن المدينة التي طالما كانت مدينة مفتوحة للمحبة والسلام يعاني في سجونها المئات من المواطنين الأبرياء الذين اختطفتهم ميليشيا الإنقلابيين من بيوتهم ومقرات أعمالهم ومن الطرق والمستشفيات والأماكن العامة. لأمهات المختطفين رابطة شكلناها ليدافعنا عن ذويهن من المختطفين والمختفين قسريا، لكن حالهن كحال أبنائهن فضلا عما يلاقينه من ألم الحرمان من أهلهن أولادهن وأزواجهن وإخوانهن. فضلا عن كل ذلك تسلط الميليشيا عليهن بعضا من معدوم المروءة لتوجيه الإهانات إليهن أثناء مطالبتهن بالإفراج عن المختفين. نشاهد ثم نعود. يلا أسهل، لكن حتى المختطفين هنا أسهل، ما مش مختطفين أنا بحق مختطفين أعرف مختطفين كلهم كالكتالة. يلا القتالة خارج، القتالة خارج ولا مدخل القتالة هم كان عدت كمان لهم في البيوت. أما أنكم تخلي يصير قاتل يا قليل عدت زي من قاتل والله والله وصح راح أتقل خمس وأنا خارج كل الجاز على حاجة أنا أقول ارتفعي ارتفعي لا خلنا نجي نجوعكم أصحى أنفسكم استطيع ما بشي من حياة ولا مكان أبدا ما بشي يا حمياء سلام جل الحمد بيا شهداء وقد جاءت الحاكة من الناس خمياء أسراف خمياء شهداء يقتلونا وقد الشيء فلتهم ها؟ هو صرف مع العدوان بيقاتل ولا حد في حاجة حد لا من هم عايدين العدوان فاحنا عاد ترفعين بحالة مش عندي من الرقاب لكن إذا الواحد قد يمدروا عن ما عاد تستحي. هل هذه أخلاق اليمنيين الذين عرفهم التاريخ شعبا مصدرا لمكارم الأخلاق يثني عليهم الأنبياء ويهيم فيهم الشعراء؟ أشك في ذلك. رابطة أمهات المختطفين نظمت في وقفتها أمام الأمم المتحدة مشهدا صامتا يحاكي معاناتهن في البحث عن ذويهن المختفين كسرا أو الممنوعين من الزيارة. نشاهد هذا المقطع الذي وثقته أو الذي وثقناه بعدساتهن. Thank you.
مشاهد مؤلمة، لكن هذه الأمم المتحدة لا تصغي إلا لمن تريد ولا تلتفت إلا لمن يحقق مصالح الكبار. يتعرض هؤلاء المختطفون لأصناف مختلفة من التعذيب والحرمان من الحقوق، بدأت من اختطافهم ووضع بعضهم كدروع بشرية في مواقع عسكرية. وفقدنا بسبب هذه الجريمة الزميلين عبد الله كابل ويوسف العيزري رحمهم الله، اللذين تأتي بعد أيام الذكرى الأولى لاستشهادهما. كما تضمنت الانتهاكات بحق المختطفين الحرمان من الزيارة والتعذيب والمعاملة القاسية ولا نهاية لأشكالها. نتابع البيان الذي صدر عن رابطة الأمهات ثم نعود. الآن وقفت رابطة أمهات المختطفين. نحن نعلن، نحن أمهات وأهالي المختطفين ممثلة برابطة أمهات المختطفين، تضامننا الكامل مع جميع أبنائنا المختطفين في سجون جماعة الحوثي المسلحة، وتحديدا سجن احتياطي حبرة الذي أعلن الصحفيين المختطفين فيه إضرابهم الشامل عن الطعام، مما دعا بقية المختطفين الانضمام إلى الدعوة الداعية للإضراب عن الطعام احتجاجا على عملية التعذيب التي يتعرضون لها والمعاملة السيئة المتعمدة. كما ندين استمرار جماعة الحوثي المسلحة باختطاف الآلاف من أبنائنا في سجونها والمماطلة المستمرة في الإفراج عنهم رغم الوعود المستمرة بإطلاق سراحهم. كما نطالب في وقفتنا هذه هيئة الأمم المتحدة والأطراف السياسية المتفاوضة في الكويت التعامل بجدية إزاء قضية أبنائنا المختطفين والمخفيين قسرا بعيدا عن المزايدات السياسية العقيمة. ونحن في وقفتنا هذه نستنكر ما حدث في سجن هبرة من طفح للمجاري وإغراق بدروم السجن وهو مليء بالعشرات من المختطفين وإجبارهم على التنظيف في الوقت الذي ظهر على الكثير منهم مرض وطفح جلدي على هيئة حبوب ثم تنفجر وهي مليئة بالدم. ونحمل جماعة الحوثي المسلحة صحة وسلامة كافة المختطفين. صادر عن رابطة أمهات المختطفين صنعاء الخميس 12 مايو 2016. مشاهدينا، قبل أن نودعكم نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. أسرار عبد الله عبد الكريم وزملائنا المختطفين تم الرصد، في أمان الله.